النادي الاهلي خسر اخر مباراتين امام السليه بهدف وامام الدحيل بسته اهداف. مشاهدينا الكرام، هنا من استاد حمد بن خليفه ملعب النادي الاهلي اقدم الانديه القطريه على مر التاريخ. تحياتي معلق اللقاء احمد الطيب واحداث افتتاح هذه الجوله. خميس الكواري وطاقم التحكيم الدولي يدير احداث المباراه ما بين الاهلي والشحنيه. النادي الاهلي يلعب لقاء اليوم وبتشكيله مكونه من حراسه المرمى افانيلدو رودريغوس وخط ظهر في النهارده دي يونج اللاعب الهولندي الكبير بيشارك النهارده في خط الظهر مع جون كارلوس وماجد محمد وجاسم محمد علي قدري واميدا اللاعب الايراني لاعب منتخب ايران في كاس اسيا الاخيره موجود مع مشعل عبد الله ومحسن متولي النجم المغربي علي فريدون وجوناثان بوراس. دي تشكيله النادي الاهلي في مباراه النهارده. في عندنا عبد الرحمن مش موجود طبعا المتألق الفترة الأخيرة انضم للمنتخب الأولمبي، اتمنى لهم كل توفيق إن شاء الله. نادي الشحنية مع مدربه البرازيلي خوسيه مرسيا، حراسة المرمى سعود الهاجري وروبن سولاقة وألفارو بيريز، رضا شامبي، سعد الصوان، عبد الله اليزيدي، مصطفى جلال عنصر الخبرة الكبير، رامين عبد الله، سلطان الكواري متألق الفترة الأخيرة، كيسي أموانجوا لاعب منطلق دائما وهداف الفريق هو الأرجنتيني رقم 10 لوشيانو فاسكيز. 7 أهداف لهذا اللاعب الأرجنتيني لفريق الشحنية. في الدور الأول لما لعبوا بعض الأهلي كان فاز 2-1، لكن آخر 5 مباريات ما بين الفريقين التفوق واضح للنادي الأهلي. فاز في 3 مباريات، شحنية فاز في مباراة وتعادلوا في مباراة واحدة. خميس الكواري وجها لوجه وقرعة بداية المباراة. خبرة ديونج الكبيرة، هيكون حاضر النجم الكبير موجود في مواجهة ألفارو بيريز. دي يونج لاعب خط وسط فريق اياكس الهولندي، واحد من اعظم انديه العالم واوروبا، لعب لمانشستر سيتي الانجليزي، شارك ايضا مع الميلان، واحد من الاسماء الكبيره في دوري نجوم كيو ام بي. دي يونج اللاعب الهولندي ولاعب خط الوسط. طاقم تحكيم خميس الكواري الحكم الدولي معاه خالد خلف، محمد عبد العزيز، حسين السيد كحاس الرابع، الفار سلمى الفلاحي ونايف القدري. في عندنا ايضا مراقب المباراه كحكام مولى حسين ومراقب المباراه اعلاميا والمسؤول عنها اعلاميا الدكتور العروس العطروس. ومره ثانيه وثالثه بنشكر كل مسؤول اعلامي وكل منظم لاحداث هذه المباريات في تعاونهم معنا الحقيقه على اكمل وجه. شكرا للدكتور العروس العطروس. مع بعض نشوف النادي الاهلي ونشوف لابريرا اللي بيلعب مباراة بتعتبر صعبة بعد الخسارة أمام الدحيل بالستة والسيلية 1. نادي الأهلي لم يسجل ولا هدف في آخر مباراتين. نادي الأهلي عميد الأندية القطرية واحتلاله الآن للمركز الخامس، الانتصار يصعد به للمركز الثالث حتى مباراة السيلية وحتى مباراة الريان. بينما الشحنية الثامن 20 نقطة، الفوز يصعد به إلى المركز السابع على بركة الله. نادي الأهلي دائما وأبدا بلونه المميز اللون الأخضر، بينما الشحنية باللون الأحمر في مواجهة العميد. بداية اللعب الأهلي على اليمين والشحنية على اليسار. شوف مشعل عبد الله النهارده وخبرته ممكن تعمل ايه. دي يونج ودوره النهارده كمدافع، متعودين ودايما لاعب خط وسط يلعب على طول إلى جون كارلوس، هما الاثنين بيلعبوا في قلب خط الظهر. في على يمينهم جاسم محمد وعلى شمالهم ماجد محمد. شوف مع بعض تركيبة النادي الأهلي في بدايتها يبقى شكلها إيه. ماجد طبعا عارفينه رأس حربة وجناح ومهاجم، لاعب السد ولاعب السلية ولاعب الجيش، لاعب كبير ماجد محمد. لكن نشوفه في موقع الظهير الشكل هيكون إيه. ناحية اليمين على طول جاسم محمد، جاسم محمد في اليمين وماجد محمد في الشمال، تتقطع على طول أمامية، البحث دائما عن أمانجوا اللاعب الخطير لكن مقطوعه في نص الملعب، رشاقه وشكل كويس ومهاره جميله. شوف علي قدري في نص الملعب دوره النهارده هيبقى ايه. تاني على طول نادي الاهلي بين الكره بشكل كويس، ديونج بيقود الهجمات من الخلف. ديونج على طول اماميه عند علي قدري، بيلعب ارتكاز نص الملعب علي الى حارس المرمى افانيلدو، ورا تاني من جديد جون كارلوس مسندة من أميد إبراهيمي اللاعب الإيراني رقم 6
في نص ملعب النادي الأهلي. لسه كل دي فترة تحضير، وفريق الشحنية بالأحمر قال لك لا أنا أروح أضغط ضغط عالي قوي ليه وجازف قوي ليه، خليني في منطقة الوسط أهو. بص مش راضين يطلعوا كتير، هنا قرروا الضغط العالي في اللحظة دي، قرروا الضغط العالي، وادي التوجيه اللي بيتعمل. لكن برافو إلى أميد، منه إلى مشعل، إلى أميد تاني، تواجدت بعض المساحات، انطلاقة أمامية على طول في العمق، انطلاقة بشكل جميل، ولكن على طول فاول، فاول على لصالح على جوناثان. أدي جوناثان قوي هو اللي شادد، الاثنين شادين الحقيقه، لكن الحكم اختار الفاول لصالح الشحنيه. شوف هما الاثنين شادين، لكن القوه اللي كانت عند جوناثان اهو قدام حضراتكم. بوراس المدرب الشاب روبن لابيريرا بعد المخضرم والخبره والتاريخ ميلان ماتشالا. قطريه على طول الى اقصى اليسار، انطلاقه فريق الشحنيه، نشوف موقف الواحد على واحد، هيعدي هيفوت هيباصي ولا هيشوط بالعرض. دي يونج في الوقت المناسب على طول يستخلص تاني بهدوء في نص ملعب مصطفى جلال، عنصر خبره في التمركز واللعب المضمون، تصويبه من بعيد ولكن على طول الى ضربه المرمى، تصويبه من رامين عبد الله الباك اليمين لفريق الشحنيه. رامين بيلعب قدامه امانجو رقم 9، مورسيا خوزي مورسيا مدرب فريق الشحنيه، جاي من انتصار جميل وعزيز وكبير بثلاث اهداف على الريان. يعني الاهلي اللي خسر 6 من الدحيل بيلعب ضد الفريق اللي فاز على الريان بالثلاثه. الدحيل خسر اسيويا والريان فاز اسيويا، والزعيم في اللحظات الاخيره براس بغداد بنجاح سجل 3 نقاط من اغلى واهم ما يمكن. بدايه لعب تاني الشحنيه، هبط للدرجه الثانيه كتير، مش عايز يرجع تاني، لكن لو فاز النهارده يضمن بنسبه كبيره جدا 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 البقاء. الشحنيه النهارده 20 نقطه والمعرض للهبوط، الخرطيات 9 في المركز الاخير والخور 12 والشحنيه عنده 20، يعني يفوز النهارده يقول شكرا. النادي الاهلي هل يسمح بذلك؟ خصوصا الاهلي عايز يؤكد تواجده في المربع الذهبي وبشكل جيد قبل نهايه البطوله ب4 مباريات. ترجع ورا تاني على طول عند سعود الهجري حارس المرمى، سعود الرياني السابق على طول الى امانجوا لاعب الايفواري الخطير السريع. مصطفى جلال بهدوء، مصطفى الى رامين عبد الله، سهله على طول تاني، استلام بدوران بحركه بشكل حلو في اللعبه الاخيره من سلطان الكواري، متحرك سلطان بيجري بعرض الملعب كويس واحيانا ينطلق للامام، وعنده 3 اهداف سلطان. لعيبه اللي بتهرب عشان تستلم، باص امامي ملوش اي لازمه تطلع بعيده الى ضربه المرمى. نسبه الهواء موجوده في الملعب، الجو كويس كجو، يعني درجه حراره ما اعتقدش ابدا انها تزيد عن 18 او 19 درجه مئويه، والهواء بيساند نادي الشحنيه شويه. ادي على طول تاني النادي الاهلي بيبدا اللعب في نص الملعب. اميد، اميد لاعب خط الوسط الايراني، تاني على طول لمسه واحده من الفارو بيريز الى دي يونج. الفريق هيخسره في نص الملعب لكن هيستفيد بخبرته وبنائه للعب من الخلف طبعا كمدافع. عبد الرحمن انضم للمنتخب الاولمبي، اتمنى لهم كل توفيق ان شاء الله. عندنا 4 من ابطال اسيا الكبار هينضموا للمنتخب الاولمبي. تاني على طول اوميد، اوميد لعب ماتشات كاس اسيا مع منتخب ايران في نص الملعب حاجه محترمه. صغيره علي قدري بيلعب ناحيه اليمين وبيلعب في العمق، النهارده ارتكاز نص ملعب. تاني على طول اللعب في مساحه كويسه وانطلاقه جميله، موقف الواحد على واحد وركنيه لصالح النادي الاهلي. النهارده في عندنا ماتشين، ماتش امام حضراتكم الاهلي والشحنين، ثم الساعة 8:15 الخرطيات مع قطر. غدا بإذن الله الريان مع الخور والعربي مع الغرافة. تنتهي مباراة هذه الجولة يوم السبت بإذن الله بلقاء أم صلال والدحيل والسيلية والسد وصافرة وخطأ لصالح الشحنية. مصطفى جلال رفيقه في نص ملعب الخور وهم مع بعض هو مدربه حاليا نبيل أنور. نبيل كان لاعب خط وسط هو مصطفى جلال جنب بعض باستمرار، وادي الفاول في الكره المشتركه اللي فاتت.
جوناثان بوراس النادي الاهلي، هداف الدوري من النادي الاهلي ما ننساش لما كان ديوكو ايضا في فتره ممتازه كانت للنادي الاهلي كخط هجوم قوي حقيقه، وكان موجود مشعل الشمري بحاله صحيه وفنيه وتهديفيه اكثر مما هو عليه هذا العام، اقل اعوام مشعل الشمري في الفترات الاخيره تهديفا، لكن لا غنى عن قيادته للفريق. ادي ديونج قدم خالص التهنئه لنادي الوكره بالصعود، وادي فرصه هدف اول مشعل عبد الله والعرضيه، ولكن فين فين فين، رجعت هربت ضاعت راحت، اصبحت هجمه مرتده لنادي الشحنيه، هات وخد راحت. مبروك لنادي الوكره الصعود لدوري نجوم اي كيو ام بي بعد عامين في الدرجه الثانيه، كل التهنئه لمجلس الاداره والجماهير واللاعبين. سعادة الشيخ خليفة بن حسن الثاني رئيس نادي الوكرة قدم جهد كبير على مدار الفترة الأخيرة، أيضا السيد سلمان عبد الغني نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كابتن نايف الخاطر الكوراجي الجامد والتاريخ الكبير رئيسا للجهاز، أديب العوضي نائب لرئيس الجهاز، شيخ محمد بن فهد الثاني رئيس قطاع الناشئين، انضمام عديد اللاعبين الموهوبين للفرق القطرية، وعودة خالد مفتاح إلى فريق الوكرة ساهم في صعود وعودة فريقه من جديد إلى دوري النجوم. مبروك للوكرة، وقد يكون للمرخية نصيب في البطاقة الثانية، والصراع مع معيزر قائمة مستمر، لكن المرخية هو الأقرب قد يكون للمركز الثاني من أجل صراع بطاقة حجز التأهل. أوفسايد كانت، أوفسايد كانت واضحة جدا اللعبة اللي فاتت بالفعل. أدي مشعل عبد الله ضربة ركنية لصالح الشحنية بالأحمر، الشحنية حتى الآن 0-0 تسع دقايق جولة التاسعة ضد النادي الأهلي على ملعبه، مفيش جماهير، فين جماهير النادي الأهلي؟ فين جماهيرك يا عميد؟ فوز النهاردة يؤكد التواجد في المربع الذهبي، ضربة الرأس من جديد تاني على طول، خسارتين في آخر مباراتين، زعلانين مقموصين غضبانين. وسلطان الكواري لعبة كان فيها شك لكن الحكم خميس الكواري يقول لا شيء، أدى الانطلاقة والسرعة الجميلة جميلة جميلة جميلة، روعة روعة، برافو برافو برافو، الخبرة بتاعت مصطفى جلال لعبت دور غاية في الأهمية، برافو مصطفى. محسن متولي في واحدة من محاولاته، ومصطفى جلال في واحدة من أهم مميزاته التاكلينج بدون أخطاء، تكنيك حركي جميل، مهاري جميل، تايمنج اللي خد فيه القرار جميل، ثم قوة انفجارية بعد كده بيقوم منطلق بسرعة عالية عشان لو في خطوة أو جري أو حاجة. برافو مصطفى جلال. جون كارلوس الفنزويلي أفانيلدو حارس المرمى الموهوب، جون كارلوس، علي قدري، أميد نزل له تحت عشان لو احتاجه، أقصى اليمين على طول جاسم محمد، علي قدري راح ناحية اليمين شوية علي، ورجع لورا شوية جوناثان بوراس، أهو أهو مع الكرة بدأ يرجع لورا أكتر. نص الملعب معمولة بشكل جميل جميل جميل، يا سلام محسن متولي اتعملت فرصة هدف أول، فرصة هدف أول، عايز ضربة جزاء، نعم، ولكن في راية أو في خطأ على مشعل عبد الله. مشعل عايز يسجل ثالث أهدافه، عايز يستعيد ذاكرة التهديف لفريقه. المساعد الثاني محمد عبد العزيز، ادي الاوفسايد واضح تماما، شوف الرايه بتاعت محمد، الرايه بتاعت محمد، الرايه ما طلعتش ليه يا محمد؟ احيانا الحكام بيتاخروا في رفع الرايه، هنا كان في لمسه يد، لكن قبل لمسه اليد كان في شك اوفسايد. هنحاول نعيدها تاني قدر الامكان ونشوفها، في عندنا مجلس، في عندنا برنامج حكم، لكن اعتقد لتاني مره اوفسايد لم يحتسب على النادي الاهلي. هنشوفها مع بعض، فأقرب فرصه هنشوفها ان شاء الله. مهم التركيز، حداشر دقيقة أو خميس الكواري في حاجة مع الفار، سلمان الفلاحي مسؤول عن الفار، لكن خلاص الأمور طبيعية، ومعنا نايف القدري. جميل 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 التدريب على الفار، التطوير والتطور الكبير اللي حصل، كلنا موجود في الدوحة، ماسيمو بوساكا موجودين في الدوحة، ودورات ومحاضرات لمراقبي المباريات، حاجة على أعلى مستوى، على أعلى مستوى. Right.
ضربة حرة لصالح الشحنية على طول. كل لعيبة النادي الأهلي راجعين ورا على حدود منطقة الجزاء. ضربة الحرة أجل المرة الأولى. اتلعبت على طول عالية فوق. فين فين فين؟ بعيدة جدا إلى ضربة المرمى. إلى ضربة المرمى. اتلعبت اللعبة اللي فاتت من الشحنية بعيدة من رامين عبد الله باك اليمين لفريق الشحنية. أدي ديونج كواري على طول بيقفل له زاوية تمرير سلطان الكواري. ذكي جدا في ضغطه على أي حد. أدي الباص الأمامي تاني على طول علي فريدون رأس حربة النادي الأهلي. علي كان انضم للمنتخب للعنابي، كان لعب لنادي السد. علي لعيب برجله واسع وخطوته سريعة. مصطفى جلال معمولة حلو، شكل جميل اللعبة اللي فاتت لرامين. سلطان الكواري أمانجوا. سلطان الكواري استلام بدوران جميل. يا ولد لعيب ناحية العكسية شكلها حلو، هجمة شكلها حلو، رتم سريع. الكرة العرضية تفرق، الكرة العرضية تفرق وتفرق كتير. رضا شامبي ترجع تاني في نص الملعب عميقة هذه المرة، ولكن على طول أفانيلدو حارس المرمى لفريق النادي الأهلي. ديونج أوميد جاسم محمد. شفنا لقطات تأخير الراية في رفع الراية من محمد عبد العزيز. مش عايزين نظلم محمد في تأخير رفع الراية قوي، لأن دايما بيقولوا الحكام المساعدين ويت أند سي، يعني استنى وشوف، ولما تطلع الراية متأخرة صح أحسن ما تطلع بدري وتكون غلط، مش مشكلة. ودايما طالما في فار بيبقى في تعليمات للحكام المساعدين يتأخروا شوية في رفع الراية، هي معروفة كده، دي تعليمات في الفار. الحكام المساعدين بيستنوا وبيتأنوا شوية، فاوعى تفتكر ان هو يعني مش عارف او مش مركز او هربت. لا لا، ادي على طول امانجوا. امانجوا يا سرعته يا سرعته. العرضية جميلة 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 جميلة، ولكن التغطية اجمل، التغطية اجمل. شحنية عندهم شجاعة جميلة. برافو في نص الملعب. مشعل الشمري، علي قدري، محسن متولي. محسن لاعب الريان ولاعب الوكرة السابق فريقك الموج الأزرق، رجع يا محسن إلى دوري نجوم كيو إم بي. تاني على طول نادي الأهلي سايب نص الملعب بالكامل وبيدافع من التلت الأوسط بنسبة أكبر. يعني أدي الباص الخطير الجميل إلى أمانجوا، جامدة جدا جامدة جدا. هربت طولت ضاعت راحت إلى ضربة التماس. كيسي أمانجوا هدف هذا الموسم، 33 سنة هذا اللاعب الإيفواري، مخلص جدا مخلص. تكلم عن الإخلاص. روبن سولاقة لاعب العراقي له هدف هذا الموسم وكان في الخور وكان سجل أيضا مع الخور. روبن المدافع العراقي لفريق الشحنية، عودة من تاني. فريق الزوراء متألق في دوري أبطال آسيا مع حكيم شاكر وجمع 4 نقاط وفاز بالخمسة في جولته الأخيرة. وسط حضور جماهيري ورسالة، رسالة للعالم كله وللفيفا أن بغداد والعراق جاهزة دائما وأبدا لكل ما هو جميل ومفيد لكرة القدم. إن شاء الله أمورنا تستقر كلنا كعرب إن شاء الله. أدي الباص الأمامي على طول، فارق السرعة أفانيلدو. شوف حارس المرمى طالع فين، بص 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 بيأمن فين ويطلع ضربة ركنية. كان ممكن بدري يودي رمي التماس، لكن لما لقى إن الأمور اتأزمت قال لك خلاص ركنية وخليني على المضمون. أدي المطاردة من فاسكيز المهاجم الأرجنتيني، 7 أهداف، 34 سنة، مهاجم فريق الشحنية. فاسكيز لوتشيانو كلاوديو فاسكيز. ضربة ركنية لصالح فريق الشحنية. الشحنية فاز 5 مباريات هذا الموسم، آخرها آخر مباراة على الريان بالثلاثة. نعم سولاقة سجل هدف على نادي الريان في آخر مباراة. أدي ضربة الرأس وكان سجل معاه سلطان الكواري وسعد عزب. أمامية نادي الشحنية يظهر وجه جميل وقوة في أداء المجموعة ككل.
ما بيتحركوش كوحدة منفردة مهاجمين فقط أو خط وسط فقط، لا بيتحركوا كوحدة واحدة، وده سر قوتهم. النادي الأهلي تنظيم في نص الملعب كويس، ومع ذلك فريق الشاحنية بيوصل لمناطق مؤثرة. في فرق بين التنظيم كويس وفي فرق بين الكفاءة كويسة. أدي الباص الأمام العميق، شوف 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 شوف، عدى مر وفات، لكن طولة تربت ضاعت من تاني، راحت على رامين عبد الله. مركزين على اللعبة دي، مركزين على المساحة اللي ورا ماجد محمد، وماجد محمد أصلا مش باك شمال، هو راس حربة أو جناح يمين أو جناح شمال أو تحت راس الحرب. ماجد لعيب كبير، كان تعرض فترة لإصابة عطلته شوية، لكنه عاد قويا إن شاء الله يتم الاستفادة منه وخبرته بشكل كويس. مشعل عبد الله، وادي أمانجوا في الضغط اللي بيعمله أمانجوا على مشعل، مش مديله فرصة. 33 سنة أو 37 سنة، يعني معانا 70 أو 71 سنة في اللقطة الأخيرة. من جديد علي قدري، علي ديونج خبرته كده لمسة صغيرة، إلا الإيراني أوميد. علي قدري ديونج ثقة في الكل بيسلمه، أكثر لعيب استلم الكرة في الملعب لغاية دلوقتي أو في المباراة. أوميد ورا إلى ألفارو، ورا إلى جون كارلوس. محسن متولي راجع لورا قوي، زيادة عن اللزوم زيادة عن اللزوم. علي فريدون، لازم محسن متولي يقرب منه. أقصى اليسار اتعملت حلوة وجميلة. ماجد محمد، ماجد محمد، ماجد محمد مكانه المفضل، عدى ماجد مرر، ولكن على طول إنقاذ، إنقاذ صفارة. خميس الكواري لقى الكرة مش في صالحه، راح مصفر على طول، فاول لصالح رقم 5 ألفارو بيريز. احتكاك عادي وطبيعي جدا جدا جدا. أهو بيشوط، هو كمل في رجله لكن مش مقصود أبدا. الامتداد بتاع التصويبه والمرجحه بتاعه الاداء الحركي. وادي محسن متولي، جميل، لعيب لعيب محسن صراحه. ضربه الحره خدت وقت كثير قوي على ما اتلعبت. المدرب خوزي مورسيا، كان في قبل كده إيجور ستيميتش المدرب الكرواتي كان موجود مع الفريق. حاليا فهد مطر هو مدير فريق الشحنية، والإداري هو حسين طلال. لازال بيحاول جوناثان بوراس، لكن لسه مش قادر النادي الأهلي يفرض أسلوبه ولا سيطرته ولا خطورته على المباراة. بيلعب على ملعبه، خسر آخر مباراتين، لم يسجل ولا هدف. كل الحاجات دي مهمة جدا نفسيا عشان المشاهد يعرف انك بتلعب قدام فريق كبير تاريخه كبير، فريق قديم محترم عظيم، صاحب اول بطوله كاس سمو الامير في تاريخ الكره القطريه هو النادي الاهلي، له لاعبين على مر التاريخ عظماء في تاريخ الكره القطريه. بيحاول يعدي الكواري، من كواري الى كواري، نعم نعم، سلطان الكواري اللاعب وخميس الكواري الحكم. عدى ومر وفات، الحكم اعتبرها طبيعيه، وانا شايفها طبيعيه، وانا شايفها طبيعيه. هو اللي اصطدم بالمدافع مش المدافع. هي دي. عندك حق، عندك حق يا سلطان. اللمسه الاخيره دي هي اللي عملت المشكله. المدرب روبن لابريرا تعود من جديد. فانيلدو رودريغيز حارس مرمى النادي الاهلي. دي يونغ بيلعب في مكان كان فيه لاعب عظيم عادل مالالا، واحد من اللاعبين التاريخيين كاس عالم 81، كان واحد من النجوم الكبار وسط كوكبة من نجوم الكرة القطرية تاريخيا. ثم جاءت 2019 لتكون بصمة البطولة الأهم والأكبر في تاريخ كرة القدم القطرية كبطل لأمم آسيا لأول مرة. أدي على طول أمانجوا، ده لا يقلل أبدا من قيمة الإنجاز الأعظم على مستوى العرب كتاني كأس العالم للشباب في استراليا 81. ادي الانذار، انذار فعلا. علي قدري، في صفاره من خميس المري بالتوقف، يا ترى حصلت حاجه ما شافهاش خميس الكواري. الفار سلمان الفلاحي ونايف القدري، وادي الانذار لعلي قدري. تمام الامور، ما فيش مشاكل. ادي علي، لسه الفار، الفار هيروح يشوف الفار هل في مشكله اكبر، هل حصلت مشكلة أكبر؟ حتى هذه اللحظة الأمور طبيعية،
حتى هذه اللحظة الأمور طبيعية. هل في أكثر من الإنذار؟ أدي خميس الكواري، مدرجات العدد فيها قليل قوي. عدوا لأحد الحضور، واحد من الجماهير اللي اعتدنا. طب وبعدين هنرجع لكل ده، هنرجع لكل ده. هنا الفاول اللي كان لسلطان الكواري اللي انا قلت لحضراتكم عليه، وهل دي كان يبقى فيها كارت احمر على اعتبار انه منفرد؟ هل الكره تحت سيطرته؟ هل امامه فرصه محققه لاحراز هدف؟ هل ممكن نشوف كارت احمر بعد الانذار اللي اتاخد من شويه في لعبه تانية؟ طب وبعدين، وبعدين معاك يا الفار، وبعدين معاك يا الفار. اهو انفراد، انفراد عدى ومر وفات، طولت اكتر من اللازم. تحت سيطرته ولا لا؟ هيقدر يسجل لو عدى ولا لا؟ لكن من ناحيه فاول انا قلت لحضراتكم ان فيها فاول، وان سلطان الكواري كان معاه حق. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ طب والانذار اللي اتاخد بعد اللعبه دي هيحصل فيه ايه؟ كارت احمر، كارت احمر يا جماعه، يا جماعه كارت احمر. طولت قوي 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 قوي، طولت قوي. جون كارلوس المدافع الفنزويلي، كارت احمر على النادي الاهلي في لعبه اتلعبت، واتلعب بعدها اكتر من لعبه، واتلعبت لعبه اتحسب عليها فاول واتاخد عليها انذار. طب الانذار اللي اتاخد ده من شويه، وده ما كانش انذار سوء سلوك بقدر ما كان انذار منع لاعب بيجري، هيتحسب ايه؟ شفتوا القانون فيه ايه؟ النادي الاهلي تعرض لحاله طرد. وادي سلطان الكواري اللي قلت لحضراتكم كان معاه حق في الاعتراض الحقيقه، لان الفاول كان واضح تماما. ادي هو، بص الرجل اليمين، بص الرجل اليمين اهي، هي دي عطلته، وكان فرصه مؤكده انه يسجل هدف. لكن كان يجب ان الرد يكون سريع، او يتقال له استنى شويه في وقتها. لسه هنشوف كتير الكلام ده بيحصل في العالم كله، في دوريات العالم كله، في البطولات كلها اللي موجود فيها الفار تحصل الحاجات دي. لكن دي كانت غريبه شويه ان اتلعبت بعدها لعبه وكان في انذار لعلي قدري. يبقى 10 لاعبين هيلعب النادي الاهلي الوقت المتبقي من عمر المباراه بعد 25 دقيقه. ياه، وقت كتير قوي، وقت كتير قوي، والاهلي يعاني قبل هذا اللقاء. فرصتين، فرصه احراز هدف مؤكد، بالتالي خرج الكارت الاحمر طبعا زي ما قلت لحضراتكم. اهو بص منه للمرمى، خلاص ديونج كان بعيد ان ممكن يلحقه، وان كانت لمه الكره كانت طويله، لكن كانت فرصته اكبر في انه ينفرد ويسجل. وادي الكارت الاحمر من خميس الكواري. انا بس عايز اعرف مصير الانذار اللي خده علي قدري بعد اللعبه دي، والمفروض اللعبه دي اتمسحت، دلتت تماما. هنا بيشوف بقى المدرب مع مساعدينه هيحل المشكله بتاعت الفارو بيري، بتاعت جون كارلوس ازاي. هو كده كده عنده مشكله ومرجع ورا اصلا دي يونج. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل في النادي الاهلي بعد الضربه الحره اللي هيلعبها رامين عبد الله. رامين، ضربه حره للشحنيه، الدور الاول 2-1 للاهلي، قويه جدا، ولكن بالنسبه لحارس مرمى بقيمه افانيلدو بهدوء وبثقه يمسك على طول على مرتين. اهو نزلها تحته كويس، واضح انه متمكن، متمكن منها كويس انها مش هتبعد. يعني بص منزلها لتحت، احنا هنا شويه وراح تنزل تحت. ادي رامين شحنية امامه فرصه كويسه، هيلعب فتره طويله قوي ضد 10 لاعبين الا اذا حصل جديد، يعني ممكن يطرد من عنده لاعب، فيبقى الكفه متساويه. مدربين بتتعرض لازمات بمثل هذه المواقف. تاني على طول في نص الملعب عبد الله اليزيدي، كارتكاز نص ملعب، عبد الله واقف صح. امانجوا لرامين عبد الله الى امانجوا، هرب كويس قوي مع ماجد محمد، يقف ويأجل، يقف ويأجل. تاني امانجوا، رشيق سريع مهاري، ماجد اضطر يرجع لورا على طول، اللمسه الواحده معموله حلوه. الفارو بيريز كواري، لكن دي يونج بهدوء. اميد هو اللي رجع ورا، حل المشكله من جوه الملعب. اللاعب الايراني اميد، لاعب خط وسط منتخب ايران، لاعب رقم 6، هو اللي رجع في نص الملعب وهيدي تعليمات اكتر لجوناسان بوراس، يرجع لورا اكتر ويبقى في الامام فقط علي فريدون، علي قادري ومحسن متولي وجوناسان.
5-3-1 في بعض الأحيان، بعودة مشعل عبد الله كمان للخلف، يا إما 4-4-1 بيلعب النادي الأهلي. سلطان الكواري 3 أهداف هذا الموسم. سلطان رضا شامبي ترجع تاني في نص ملعب سلطان الكواري. ألفارو بيريز، عبد الله اليزيدي، الهجوم من الأجناب، حل الشحنية باستمرار رامين عبد الله، تعملت حلوة كده على مرتين يا ولد لعيب سعد الصوان. فين يا سعد؟ هربت يا سعد، ضاعت يا سعد. سعد الصوان لاعب خط الوسط هرب وأصبح هو الجناح اليمين، غير مكانه الحقيقة وكسب مساحة كويسة. رئيس النادي الأهلي سعادة الشيخ أحمد بن حمد الثاني، موقف حرج في خسارة آخر مباراتين، لكن تواجده على رئاسة النادي الأهلي أعاد النادي الأهلي بعد فترة حرج كبير وهبوط للدرجة الثانية، وصعد النادي الأهلي وأظهر وجه جميل، ولكن عثرة خسارة مباراتين بعد فترة طويلة كان الأهلي يعيش حالة ممتازة، حتى أن الأهلي فاز في 7 مباريات من 9 قبل الخسارتين. الأهلي كان بيمر بمشوار رائع، تخيلوا في 9 مباريات الأهلي فاز في 7 واتعادل في 2، فاز في 7 واتعادل في 2 في آخر 9 مباريات قبل آخر خسارتين، يعني مجرد انتصار الدنيا كلها تبقى جميلة والجو يبقى ربيع والدنيا تبقى رائعة بالنسبة له. محسن متولي، محسن انطلاقة جميلة، نجم المغربي الموهوب، محترف المغربي، ولكن فين يا محسن؟ هربت يا محسن إلى ضربة المرمى. خلينا أقول برافو لعبد الله اليزيدي، لولا عبد الله اليزيدي، بص عبد الله اليزيدي بيجري معاه منين؟ بص 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 عبد الله، بص المطاردة، هي دي المطاردة في كرة القدم، اللي معاه الكرة مش واخد راحته أبدا، لا مساحة ولا زمن، والدبدبة أو حركة الرجلين بتاعة اللي بيجري وراه بتشغله بتقلقه، وأيضا كان في تغطية ثنائية عليه بعد كده من عامل الكرة العرضية. برافو الشحنية، برافو 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 مصطفى جلال، عاجبني نبيل أنور معاهم، روحه كويسة مع اللاعبين، فكره كويس، لعيبة بتثق فيه تماما، بيحبوه وبيستفيد بخبرته كلاعب كبير، خاصة مشواره الرائع مع نادي الخور. نادي الخور ترتيبه ال 11 ب 12 نقطة، وماذا بعد يا الخور؟ أقصى اليمين، نادي المرخية الأقرب للبطاقة الثانية في الدرجة الثانية بعد صعود الوكرة. أدي الكرة العرضية على طول من ماجد محمد، قافل كويس ماجد ملتزم، لكن وهو مهاجم ماجد اصلا ملتزم ومنضبط حتى وهو مهاجم، فمش غريب انه يلعب ظهير. تاني ترجع ورا تاني عند رامين عبد الله، مصطفى جلال، كل ما اشوف مصطفى جلال افتكر الخور على طول، اسمه ارتبط بالنادي لفتره طويله طبعا. تاني بعرض الملعب، ضغط قوي بيحاول يعمله لعيبه الشحنيه والهجوم من الاجناب، ولكن لعيبه النادي الاهلي محتفظين بتواجدهم في نصف ملعبهم، خصوصا بعد حالة الطرد وخروج مطرود لجون كارلوس في الدقيقة 24. ماجد محمد، ماجد أوميد لاعب الإيراني، دي يونغ لاعب مانشستر سيتي وأياكس وميلان، أندية من أندية العظيمة على مستوى العالم. تاني على طول علي قادري، دي يونغ، أفانيلدو، خطر جدا خطر جدا يسيب الكرة بهذا الشكل في اتجاه المرمى حتى لو كان متمكن منها، برضو ترجع ورا تاني على طول، ضغط قوي من عبد الله اليزيدي اللي عامل جهد بدني غير عادي في نص الملعب. عبد الله شويه شايفينه بيجري مع محسن متولي، ودلوقتي يضغط بقوه على جوناثان بوراس مدرب الشحنيه خوزيه مرسيه. شحنيه بيعمل اداء بتاع فريق ماسكه مدرب كويس، يعني الأداء والتنظيم والانضباط وحلول الوصول للتلت الهجومي تبين أن الشحنية عنده مدرب كويس. 4 مباريات لم يفز قبل اللقاء الأخير والفوز على الريان، كان تعادل مع الخور وقطر وخسر من السد والعربي، لكن في النهاية فريق كويس. تاني على طول أقصى اليسار، فريق يتعب أي حد، يعني يحرج أي فريق. ماجد محمد، محسن متولي، علي قدري، نص الملعب من تاني، حوالات مستمرة وقائمة، جاسم محمد، أوميد،
أمامية جميلة ولكن هربت على مشعل عبد الله. بص 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 رجع إزاي، بص رجع إزاي، يعني مش خلاص بقى يرجع مشي بقى. وأنا مشعل عبد الله اللي بقى لي 20 سنة بلعب في النادي الأهلي والكرة القطرية دي جزء من تركيبتي وأنا جزء منها، وانتقاله للعب للغرافة، اللعب مع السلية، اللعب مع العنابي طبعا المنتخب، حاجات كتير الحقيقة. ومع ذلك رغم السن الكبير لكن الإحساس بالمسؤولية دايما موجود. احيانا فرق تكون عندها لاعبين اعمارها كبيره لكن تعال شوف ادائهم وروحهم وغيرتهم واحساسهم بالمسؤوليه. مشعل واحد من هؤلاء. اقصى اليسار رضا شامبي، عناصر الجيده رضا، برضه لاعب تكتيكي، يلعب نص ملعب، يلعب ظهير. محسن متولي الى ديونج، الى مشعل عبد الله، لماجد محمد، ديونج شمال يمين ما عندوش مشكلة، علي قادري مش قادر نادي الأهلي يخترق أو يمر من الحاجز الدفاعي بشكل جيد. ولعيبة الشحنية عاملين كومباكت كويس. بص تنظيم الشحنية، بص بعينيك كده على اللون الأحمر، بص التنظيم، مساحة ما بين الخطوط هي المشكلة، وهم كمان مغطيين بين الخطوط بوجود مصطفى جلال. مصطفى جلال هو اللي عامل عمق دفاعي في نص الملعب، دلوقتي بيضغط، دلوقتي بيضغط، دلوقتي بيضغط، كان هياخدها، اه لو خدها، اه لو خدها، ولد، ولد ذكي جدا جدا جدا. محسن متولي في تأمين دفاعي جيد، وروبن سولاقة ورا خبرة، يا سلام يا سلام، إنذار، إنذار مع سبق الإصرار والترصد. إنذار طبعا لرامين عبد الله. رامين كان رايح للمرمى الحقيقة في اللعبة اللي فاتت. ماجد ذكي جدا، عمل استلام بحركة بمراوغة بمحاولة كسب مساحة، ودي قيمة ماجد الجناح لما يكون ظهير ويزيد لقدام. إنذار واضح جدا لرامين زي ما حضراتكم شفتوا. ضربة حرة لصالح النادي الأهلي، حائط من اثنين يكفي تماما في هذا المكان، مش محتاجين أكتر من كده. النادي الأهلي كلهم في الأمام ما عدا ديونج موجود ورا. أدي الضربة الحرة اتعملت على طول لكن إنقاذ في الوقت المناسب. برافو برافو، الروح العالية والإصرار الكبير. فاسكيز لسه ما اشتغلش، بيقوم بأدوار دفاعية لسه، دور الهجومي ما ظهرش قوي. تاني على طول محسن متولي، محسن متولي واحد على واحد لكن اوف سايد، تسلل على محسن متولي. برافو محمد عبد العزيز المساعد الثاني في المباراه. بص لحظه خروج الكوره هناك، الحكم المساعد مع اخر ثاني مدافع على خط افقي. وادي محسن شفناه بلون الريان وشفناه بلون الوكرة، وكان متعلق الحياة مع الوكرة. محسن متولي لعب أيضا في نادي الإمارات، هناك في الإمارات. عبد الله اليزيدي، ألفارو بيريز، مصطفى جلال، رضا شامبي، مصطفى جلال، مستفيدين باللعيب الزيادة في السيطرة العرضية فقط لكن مش مستفيدين من ساعة الطرد في الدقيقة 24 واحنا في الدقيقة 37 ان هم وصلوا للمرمى وهددوا مرمى النادي الاهلي. وده يحسب للنادي الاهلي انه قافل دفاعيا كويس. تخيلوا ولا لعب، ولا لعب على المرمى للنادي الاهلي، ولا تصويبه للمرمى على المرمى للنادي الاهلي. ادي الانطلاقة من تاني محسن متولي. 2-1 على المرمى لفريق الشحنية. أميد ديونج، سيناريو مكرر، أكثر لقطة شفناها في المباراة. مشعل محضر هيعمل إيه قبل ما الكرة تجي له، علي قدري الأميد، تغيير التكتيك اللي حصل في الملعب بعد حالة الطرد، بدل ما ينزل من بره مدافع لا قال لك من جوه الملعب عندي اللي عايش المباراة وبيعرف يعملها. أميد ديونج خدعه فيها محسن متولي لكن لحقها كويس. ديونج من اللاعبين اللي كانوا بيجروا كتير قوي 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 مع الميلان ومع اياكس ومنتخب هولندا والمان سيتي، من اللعيبه اللي هم يعني جرايين قوي في نص الملعب، حاجه كده مثلا زي جاتوزو لما كان مع الميلان ومع منتخب ايطاليا، حاجه من التركيبه دي يعني،
حاجة من مدبه مثلا مع منتخب قطر والعنابي في كاس آسيا، لاعب الوسط المدافع الارتكاز اللي بيجري كتير وبتحرك كتير، الخبرة الكبيرة اللي كسبها ومهارته الكويسة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ادي الريتم السريع. فين 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 يا فاسكيز؟ قتل الهجمة السريعة، قتل سرعتها. العرضية افانيلدو سهل جدا بذكاء يمسك على طول وبهدوء. 38 دقيقة، الأهلي يقول لك أوكي أنا عايز أكسب لكن أنا مش حمل خسارة تاني، يعني إذا ما كسبتش هتعادل. شحنية يقول لك أنا عايز أكسب لكن أوعى أوعى حد يقول إن أنا هخسر، أنا مش عايز أخسر. شحنية يقول لك مش عايز أخسر تاني، مش عايز أرجع لمرحلة الخسارة. والنادي الأهلي يقول لك خسارة تالتة على التوالي لا يجوز، لا يجوز للعميد وقدراته وإمكاناته اللي فاز 9 مباريات وتعادل مرتين أن يخسر خسارة للمرة الثامنة هذا الموسم. أميت رودريغوز حارس مرمى النادي الأهلي، مشعل سقط عشان يستلم براحته. الله الله، رجعت ورا تاني، طلوع لفوق مش سهل، تطلع بالكرة لفوق في اتجاه مرمى الشحنية مش سهل. شحنية يا جماعة ملتزمين منضبطين مرصوصين كويس، مرصوصين كويس، ثلاثي خط وسط الشحنية لاعبين دور مهم مهم جدا جدا، خصوصا الثلاثة القريبين من بعض، عبد الله اليزيدي ومصطفى جلال وسلطان الكواري ورابحهم سعد الصوان، دول عاملين في نص الملعب شبكة دفاعية ممتازة. جوناثان وروبن سلاقة المدافع العراقي، لعب مع الخور، لعب مع نادي الشحنية، لاعب دولي مع منتخب العراق روبن. ادي على طول الركنية لصالح النادي الأهلي، اتلعبت على طول أوميت، استلم مش مظبوط لكن شوف الضغط، شوف الضغط اللي بيتم عليه. بص مصطفى جلال يقفل، يا سلام يا درش، يا سلام يا درش، مدرسة مدرسة في حاجات البعض يعتقدها سهلة لكن هي صلب أداء الفريق. شوف سلطان الكواري بيضغط تاني ازاي، بيضغط تاني ازاي، حالة طرد بيلعب النادي الأهلي بعشر لاعبين. بفكر المشاهدين دايما ان اصحاب اللون الاخضر بيلعبوا بعشر لاعبين. تاني على طول هتاخد تحضير على الاجناب، ناحية القطرية عايزها عكسية، فين ما راحتش زي ما هو عايز، تروح طولية الى حارس المرمى افانيلدو. ادي رامين عنده انذار ما ننساش، ديونج مش على عبد الله، ديونج افانيلدو على طول، روبن سلاقة لمسة سهلة قصيرة، ترجع ورا من جديد إلى ألفارو بيريز، رامين عبد الله، أمانجوا أمانجوا أمانجوا، شبه فهد شنين، فهد شنين لاعب السد السابق اللي كان لعب في 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 أوبن البلجيكي، في شبه كتير منه. فهد كان باك شمال وجناح شمال، هو صغير فهد شنين ده كان ولد، كان ولد في منتخبات الناشئين ومع نادي السد واسباير، خد تجربه وراح بعده كان عبد الكريم حسن في اوبن، دلوقتي يوسف المسكني نجم التونسي الموهوب ونجم الدحيل السابق بيلعب في اوبن البلجيكي هناك في الدوري البلجيكي للدرجه الاولى. رامي التماس، ماجد محمد مدافع النادي الاهلي، كنا دايما نقول ماجد محمد مهاجم نادي السد، ماجد محمد مهاجم نادي الجيش، ماجد محمد مهاجم نادي السلية، دلوقتي ماجد محمد مدافع النادي الأهلي. أقصى اليسار من جديد عبد الله اليزيدي أحد المجتهدين تماما في المباراة بدنيا وتكتيكيا. مصطفى جلال رمانة ميزان في بوزيشن اللاعبين في نص الملعب، هو اللي هو اللي بيظبط المسافات ما بين خط الظهر والوسط. اهو مصطفى جلال، وهنا البسيط السهل، لازم عنصر مفاجأة، لازم عنصر مفاجأة، لازم لازم، وعنصر مفاجأة هيجي من سلطان الكواري، هو اكتر لعيب اشعر انه يقدر يعمل عنصر مفاجأة. وراس الحربة فاسكيز ما جاتلوش ولا فرصة تظهر قدراته وامكاناته، رضا الشامبي في واحدة من محاولاته ولكن الى ضربة المرمى. بعض الشبان الصغار متابعة لأحداث اللقاء، كان في تصريح جميل لشيخ خليفة بن حسن الثاني رئيس نادي الوكرة
قال لك أمم آسيا هي نقطة تحول في كل شيء لمستقبل كرة القدم القطرية. تصريحات المسؤولين ورؤساء الأندية بقيمة وقدر حصد هذه البطولة ومدى الثقة اللي هتبقى موجودة عند الكل ومدى المسؤولية اللي أصبحت على الكل إن أنت في دوري ماسك نادي في بلد فازت بكأس آسيا وعدد سكانها قليل وحجم مساحتها قليل لكن إنجازها كبير وبالتالي المسؤولية كبيرة على الكل. الاحتفال بمرور 40 سنة على الأولمبية القطرية أيضا احتفال جميل ورائع. سمو الشيخ جوعان بن حمد وكل من ترأسوا اللجان الأولمبية سابقا لهم جميعا كل التقدير على هذه المسيرة الرياضية الجميلة حتى وصلنا في عام 2019 وتحضير ل 2022 لتكون الدوحة هي قبلة الرياضة العالمية ليس فقط في كرة القدم بل في لعبات أخرى. أدي العرضية الجميلة عالية فوق عالية فوق ولكن إلى ضربة المرمى إلى ضربة المرمى. قميص الكواري حكم اللقاء مدرس التربية الرياضية هنا في التربية والتعليم في الدوحة. حضور جماهيري في المدرجات من كل الجنسيات. حالة الطرد اللي تعرض لها الحقيقة اللاعب جون كارلوس الفنزويلي ما ننساش مسؤولية كبيرة والضغط كبير. شوف القلق قلق توتر إحساس بالمسؤولية زي ما قلت لحضراتكم من لحظات. الشيخ أحمد بن حمد الثاني أيضا سيد مناحي الشمري رئيس نادي الشحنية ومجلس إدارته بالكامل من جديد محاولة. الشحنية يظهر وجه جميل والله سيطرته أحسن أفضل. رضا شامبي رضا سهل البسيط إلى فاسكيز رضا روبن سولاقة ألفارو بيريز سلطان كواري. سلطان تنظيم الدفاع للنادي الأهلي جيد بقيادة دي يونغ في خط الظهر. حالة الطرد ما أثرتش أبدا في أي مشاكل دفاعية. أمامية تانية على طول تحرك كويس من سعد الصوان. حاول سعد يتحرك ما بين الخطوط وعلى الأجناب صغيرة قصيرة. ألفارو بريز انطلاقة مصطفى جلال محتاجين شجاعة أكثر رتم سريع أكثر دقة في التمريرات في التلت الهجومي أكثر. رضا شامبي ورمي التماس لصالح النادي الأهلي. واجبات دفاعية للعيبة النادي الأهلي كتير مش عايز أقول على حساب الأدوار الهجومية ولكن إذا ما عملوش كده سهل يخسروا. ثلاث دقايق وقت بدل ضايع. عارفين الفار وعارفين حالة الطرد وعارفين كان في إنذارين ولكن النتيجة لا زالت بدون أهداف. آخر انتصار للشحنية أو الفوز الوحيد كان في الجولة رقم 13 في 9 ديسمبر 2014 يوم فازت الشحنية بهدف على النادي الأهلي كان سجله باسكوا. كان الكلام ده من 4 سنوات ونصف تقريبا. أدي العرضية ولكن على طول تغطية ممتازة. برافو يا ولد رامين عبد الله. برافو رامين. أدي خوزيه مرسية المدرب الأسباني للشحنية. قال لك إيه طب الشوط الأولاني مش هسجل لكن أوعى يجي فيا هدف بقى. تماسكوا يا شباب. وكأن لسان حاله بيقول كده. دي يونغ أول مرة يطلع لهذا المكان. مشعل لازم حد قدامه يسند عليه. دي يونغ مهارته كويسة مع جهده الكبير وخبرته العالية. اللعيبة الكبار دي مهارتها بتزيد كل ما بيكبر. خلي بالكم اللاعب لما بيكبر مهارته بتزيد. السنس عنده بيزيد والله. بيعمل حاجات ما كانش يقدر يعملها وهو صغير. تاني تحضير. فرصة تصويب محسن متولي. نفس الشوط نفس الشوط. أقصى اليمين من تاني. علي قادري قد تكون. ولكن فين فين؟ إلى ضربة ركنية مع تدخل جوناسان بوراس. جوناسان ضربة ركنية. الوقت بدل الضايع للشوط الأول. حضور الجماهيري قليل جدا. ركنية ملهاش علاقة بفارق العدد ولا الحالة ولا المستوى في الملعب ولا الترتيب. كرات الثابتة تخلص على ماتشات ونتائج. أمال إيه؟ أدي فاسكيز لوتشيانو فاسكيز. الناحية الثانية روبن لاباريرا مدرب الأسباني صغير السن جاء بعد العجوز التشيكي ميلان ماتشالله كبير السن والخبرة والتاريخ. رمي التماس
خسارة بالستة أمام الدحيل وأمام السلية بهدف يعني أعطت نوع من الشك عند البعض، ولكن ثقة الإدارة في المدرب مستمرة. مشعل عبد الله، مشعل حرك له ماجد محمد، اشتغل ورا تاني على طول. يا سلام يا سلام عليك يا سلام يا سلطان يا سلام يا سلطان، سريع منطلق، عدى مر فات فاسكيز، فرصة قد تكون، فرصة قد تكون، عدت مرت مصطفى جلال، ثورة ثورة للشحنية، ثورة الشحنية، نفسه يشوط، نفسه يعدي، نفسه يمر، القادم كان أمر، خلصها النادي الأهلي ويبحث عن هجمة مرتدة. مشعل عبد الله، اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، الوقت بدل ضايع، خلاص آخر لعبة وآخر هجمة للنادي الأهلي. محسن متولي عميقة على طول لروبن سلاقة بهدوءه بالعقل. نعم هي صافرة نهاية أحداث شوط أول، شهد حالة طرد للنادي الأهلي من خلال المدافع جون كارلوس، ولعب الأهلي من الدقيقة 24 بعشرة لاعبين. شحنية كان بشكل عام أفضل، أحسن، سيطر، ولكن شباك نظيفة للفريقين. افتتاحية مباراة الجولة رقم 19 شوط الأول بدون أهداف الأهلي والشحنية، هنا من استاد حمد بن خليفة ملعب النادي الأهلي، تقبلوا تحياتي. أهداف الأهلي والشحنية، افتتاحية مباراة الجولة رقم 19 وقبل نهاية بطولة الدوري بأربع جولات. شحنية بالأحمر، النادي الأهلي باللون الأخضر. أذكر أن الأهلي طرد منه لاعب الشوط الأول هو جون كارلوس بعد 24 دقيقة بعد فاول أو خطأ عمله مع سلطان الكواري مهاجم فريق الشحنية ومنعه من المرور لإحراز هدف. شوط أول كان فيه الشحنية بشكل عام هو الأفضل، والأهلي حاول ولكنه لم يصل أبدا ولا مرة إلى سعود الهجري حارس مرمى فريق نادي الشحنية. نشوف الشوط الثاني، روبن سلاقة والفارو بيريز قلب خط الظهر، مصطفى جلال أمامهم في نص الملعب، واحد من المجتهدين الشوط الأول عبد الله اليزيدي إلى الفارو بيريز، بيبدأ اللعب كويس. روبن سلاقة، روبن يرجع ورا إلى سعود الهجري. سعود كان طالع طلعة جميلة، سعود الهجري والله حاجة كده محترمة، وستايل جميل وجسم جميل، الإصابات عطلته. حارس مرمى الريان سعود، أدي انطلاقة سابقا طبعا، أدي الانطلاقة على طول رامين عبد الله بعرض الملعب. نادي الشحنية بيحاول، آخر خمس مواجهات بين الفريقين فاز الأهلي بثلاثة، الشحنية مرة وتعادلوا مرة. آخر انتصار للشحنية من أربع سنوات ونصف، الدور الأول في هذه البطولة فاز الأهلي الدور الأول 2-1. مصطفى جلال، الفارو بيريز حاول يستفيدوا من هم زيادة عدد في الملعب، فالباكين بيطلعوا، يحاول كمان يزيد الفارو بيريز. علي فريدون نادي الأهلي راجع في نص ملعبه، كل النادي الأهلي في نص ملعبه. أدي علي فريدون، شوف رايح وجه إزاي، أجبره إنه يشتغل في الناحية العكسية البعيدة، كان عايز يرجع لروبن سلاقة. الفارو بيريز تحضير كتير قوي 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 لنادي الشحنية، عندهمش اللاعب اللماح السريع اللي يتحرك تحرك مباشر سريع أو غير مباشر ما بين الخطوط. بيحاول سلطان الكواري ولكن مش قادر. أدي أمانجوا الإيفواري، هناك أكثر من إيفواري في كرة القدم القطرية، يبقى أمارة دياني نجم الإيفواري، ما ننساش كان مع نادي الريان، لاعب إيفواري محترم أيضا، كان موجود ساكبو حاليا الإيفواري مع فريق المصلال، واحد أيضا من اللاعبين المحترمين. مصطفى جلال اشتغل بعرض الملعب على طول إلى رامين عبد الله، فاتحين عرض الملعب كويس لاعيبة الشحنية، عميقة هذه المرة، لعب على مساحة أقصى اليمين. يا ولد لعيب يا ولد لعيب يا ولد لعيب، لكن فين ولا حاجة. مشعل عبد الله التزام وانضباط بدني وتكتيكي على أعلى مستوى. بص مشعل عبد الله فيها فاول، طبعا فيها فاول اهو، بص الايد اليمين من تحت، بص هنا الحكم المساعد هو اللي كان لازم ياخد باله من حاجه زي دي، بيبقى صعب على خميس الكواري يجيب الحاجات اللي زي دي، لكن ده دور محمد عبد العزيز حكم المساعد الثاني في المباراه. طويله اماميه على طول عاليه فوق رضا شامبي، علي فريدون بيحاول لكن روبن سلاقه هو الاعلى والاقرب، صراع بدني فضائي. سلطان الكواري، سلطان ضغط عليه، برافو جوناثان بوراس،
لكن تروح تاني لسلطان الكواري، اللعيبه اللي بتجري بالكره كويس، عمل تمريره عميقه تاني من جديد، فرصه هدف اول، هدف اول، ولكن فين 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 فين؟ اخطر لعبه في المباراه بعد 49 دقيقه، بعد 49 دقيقة. شوف الحركة، شوف هنا الباص الجميل اللي عمله سلطان الكواري، يا سلام يا سلطان، عمل باص عكس الاتجاه تماما، ثم التحرك كان جميل من فاسكيز، ولكن ضاعت بعد ذلك من تدخل سعد الصوان. لكن برافو سعد، اقتحامه كان كويس، دخل منطقة الجزاء، لكن إحساسه بالمكان ما كانش كويس. خسارة يا سعد. وادي فاسكيز هو اللي بيفنش، عنده 7 أهداف فاسكيز لفريق الشحانية من مجموعة 18 هدف، مسجل 7 أهداف لفريقه. علي قادري لمسة واحدة على طول، مصطفى جلال أمامية إلى فاسكيز، واحد على واحد بل واحد على اثنين، يا سلام على أميد، يا سلام على أميد اللاعب الإيراني، برافو عليك، برافو، وقف عليها كويس. ماجد محمد هرب من سلطان الكواري، ماجد مارس هوايته ومهارته في المراوغة والجري بالكورة، اتضغط عليه، برافو سلطان، حرمه تماما من تكملة الهجمة وأجبره على العودة للخلف. أميد جوناثان ضغط عليه، رضا شامبي، جوناثان ورضا شامبي، علي قدري عنده إنذار الشوط الأول، كان الإنذار بعد وقعة الفار، وبالتالي قلت لحضراتكم الانذار ده هيستمر ولا لا، وسالت بين الشوطين طبعا برضه عشان الامور تبقى واضحه، فتقال ان لو الانذار سوء سلوك هيستمر، هيفضل معاه، لكن لو الانذار فاول طبيعي تكتيكي عادي يعني يبقى الامور طبيعيه، ما يتحسبش، ما يحتسبش يعني، السلوك الغير رياضي هو اللي بيستمر وهو اللي بيبقى. رمي تماس، حتى لو مباراة لعبت واتلغت وهتتلعب تاني هي هي، اللعيبة اللي واخدين انذارات وعقوبات بتفضل كما هي العقوبات الإدارية، خصوصا أمور خاصة بسوء السلوك والسلوك الغير رياضي والحاجات دي كلها. محسن متولي، ودي دعوة للانضباط من الكل، محسن متولي يرجع تاني. دي يونج أقصى اليسار، ماجد محمد، لكن روبن قافل عليه كويس، تطلع على طول إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. ضربة ركنية على طول للنادي الأهلي، يحاول يوصل تماما، تصويبة قوية ولكن تصدي رائع، تاني على طول تصويبة من بعيد إلى سعود الهجري، في لعبة هي الأولى للنادي الأهلي في اتجاه المرمى بهذا الشكل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. مصطفى جلال أقصى اليمين على طول، صغيرة من عبد الله اليزيدي لمصطفى جلال، فتحوا مساحة جميلة ناحية اليمين، اشتغل بالعرض حلوة قوي قوي، ولكن إيفانيلدو على طول رودريجيز يمسكه على مرتين ويهدي الأمور شوية. شوف مصطفى جلال، تمريرة معمولة حلوة قوي قوي لروبن لرامين عبد الله، وعملها حلوة الحقيقة، بس عايزها لبره، لبره خطوتين بس. شوف جاي لها فاسكيز ازاي، لكن برافو هذا الحارس الموهوب إيفانيلدو رودريجيز. لسه 0-0، لقاء ما بين الخامس والثامن في الترتيب. مصطفى جلال، فاسكيز، مشعل عبد الله، مشعل تلاقى من جديد، تلاقى من جديد، سوان الى امانجوا، فرصه سلطان الكواري على طول مضغوط عليه. مصطفى جلال، يا سلام عليك ولد، اشتغل على طول بره بشكل بسيط وسهل. نادي الاهلي راجعين بالكامل ما عدا 2 في الامام، علي فريدون ومحسن متولي، غير كده كل لعيبه نادي الاهلي راجعين ورا، اللي بيلعبوا 10 لاعبين من منتصف تقريبا الشوط الاول.
لمسة اليد نشوفها مع بعض اهي طلعت فوق ولمست ايد سعد الصوان فعلا. برافو. طفل صغير بيتربى على حب نادي مع والده، ربنا يخليه له ويحفظه له ويبارك له فيه. الجو برد شوية لكن دفء وحنين الأب وحنية الأب ودفء الحب والانتماء لنادي والولاء لنادي من الصغر يشعر دائما الصغار بل والكبار بالدفء والأمان والطمأنينة، وده جزء من زرع الحقيقة صفة الانتماء والحب والوفاء. الرياضة لها معاني كتير جميلة وحلوة، أسلوب حياة وسلوك مجتمع. أدي الفاول في اللعبة الأخيرة وإنذار للهولندي دي يونغ. مد ظهره ماشي، مد ظهره ماشي، لازم يقف ويستنى، مش معقول كده. ده خميس الكواري لمين؟ لأميد. إنذار لأميد إبراهيمي اللاعب الإيراني. أميد، إنذار أميد، إنذار قبل كده لعلي قادري ما ننساش. ضربة حرة لصالح نادي الشحنية. أدي الفاول اللي عمل أميد، أهو بيقول له الإنذار فين موجود يا فاسكيز. الأرجنتيني صاحب السبع أهداف لفريقه، وهنا لوتشوانو فاسكيز. ضربة حرة كالعادة هيلعبها رامين عبد الله متخصص الكرات الثابتة. ضربة حرة لصالح الشحنية، كل لاعبي النادي الأهلي راجعين ورا بالكامل. نلعب في 11 دقيقة من الشوط الثاني، تعادل لازال بدون أهداف في الجولة رقم 19. تاني على طول اتعملت سريعة، لكن برافو علي فريدون، برافو علي محسن متولي إلى علي قادري، لكن مقطوعة بذكاء وتمركز جيد من ألفارو بيريز. برافو ألفارو، برافو يا ولد. تاني على طول رامين عبد الله، تصويبة من بعيد، شوت كويس، شوت كويس، وبيعمل الكرات العرضية كويس. ياخد ضربة ركنية، ياخد ضربة ركنية. مدرب الشحنية عايز حل، جوزي خوزي مرسية. مبروك للوكرة صعوده لدور النجوم، وفي الطريق قد يكون المرخية من أجل بطاقة تانية. يا ترى هيكون الخور هو صاحب مباراة فاصلة من أجل البقاء ولا إيه؟ عشان يهرب الخور في فرق 4 نقاط ما بينه وبين الملك نادي قطر. هذه الضربة الركنية على طول. الغرافة 19 نقطة، الشحنية 20 نقطة، أم صلال 20 نقطة، العربي مرحلة تانية بقى 27 نقطة، الأهلي 29، الريان 30، السلية 31. ده غير الناس اللي فوق، الناس اللي فوق اللي هم مين؟ السد 47 والدحيل 43، دول في منطقة لوحدهم خالص. الفرق بين الثاني والثالث 12 نقطة، لكن الفرق بين الثالث والرابع نقطة، والفرق بين الرابع والخامس نقطة، والفرق بين الخامس والسادس نقطتين. صراع كبير من أجل البقاء في المربع حتى نهاية الموسم. محسن متولي، جوناثان، رضا شامبي، رضا بالقوة وإصرار وبدون فاول ينقذ الموقف. أميد، علي قدري، أميد إبراهيمي يرجع على طول إلى رودريغيز حارس المرمى. بره وحشة قوي، إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. أدي أميد لاعب ارتكاز وديونج لاعب ارتكاز، هما الاثنين لقوا نفسهم النهاردة بيلعبوا في قلب خط الظهر، ودي ميزة إن المدرب يكون عنده أكثر من لاعب تكتيكي للتعامل مع متغيرات الموسم، المباريات وداخل المباريات نفسها. رامين عبد الله، رامين، مصطفى جلال سايبينه لوحده خالص. انا شايف ان مصطفى جلال المفروض اللي يلعب عليه علي فريدون، ما يسيبوش يعمل اللي هو عايزه كده. اذا كان عايز يبطل مفعول استمرار سيطره الشحنيه على الكره، ان مصطفى جلال هو اللي بيبدا. ادي امانجوا فاول، لا ضربه ركنيه، ضربه ركنيه، لعبه اتعملت بقوه الحقيقه في الكره اللي فاتت مع تدخل جاسم محمد. برافو جاسم، برافو يا ولد. بص جاسم عمل ايه، بص جاسم رشيق عمل انطلاقه، نزل على الارض في وقت مناسب. لا ده عمل رجله الشمال قفل بيها الكره العرضيه، شوف التكنيك عامل ازاي، رشاقه، تحركات، لمس الكره بوش الرجل وبطن الرجل الداخلي والخارجي موجودين. تاني على طول الرشاقه مهمه جدا، تغيير اتجاه مهم جدا، عنصر المفاجاه حتى في الفنت اللي بتعمله.
ضربة الرأس مشعل عبد الله. يا سلام يا مشعل، ادي الانطلاقة على طول. محسن متولي، محسن متولي المشوار طويل، المشوار طويل. حكم يدي فاول لكن ما فيش كارت احمر. ليه ما فيش كارت احمر مع ان نفس الاعاقة؟ لان في لعيب مغطي ورا سلطان الكواري. قرار سليم طبعا من خميس الكواري حكم اللقاء، وخميس عمل سبرنت كويس، قاطع مش اقل من 60 70 يارده بسرعه عاليه قوي الحكم خميس الكواري. برافو خميس. وهنا الفاول اللي تمت فيه الاعاقه من سلطان الكواري. خلينا اقول برافو سلطان الكواري، عمل سويتش من حاله هجوم لحاله دفاع، عمل مطارده جميله. يا جماعه لعيبه الشحنيه بيعملوا حاجات كويسه قوي في الملعب، بيعملوا حاجات كويسه. مش بالسهل ان احنا بنشوف الشحنيه متفوق على الغرافه وعلى قطر وعلى الخور والخرطيات. 20 نقطة، 5 انتصارات، 5 تعادلات، 8 خسائر، 18 هدف، عدد قليل تهديفيا. دخل مرماه 30 هدف. دفاعه أفضل من العربي، ودفاعه زي الأهلي. 30 هدف. العربي دخل مرماه 34 هدف. إذا الشحنية عندهم فريق كويس يستحق البقاء في دوري نجوم كيو إم بي. الأهلي و العودة من جديد إلى المربع الذهبي يتمناها. فوز الأهلي يصعد به للمركز الثالث. ضربة الحرة دي يونج عقب هذا اللقاء. عندنا ماتش مهم جدا ما ننساش. أدي تصويبة لكن بعيدة وحشة أوي. النهاردة في عندنا الخرطيات وقطر. خرطيات الأخير 9 نقاط، قطر 16 نقطة. إذا كان الخرطيات جاد في الهروب عليه الفوز، وإذا كان قطر جاد في الهروب من حسبة الهبوط بنسبة أفضل عليه بالفوز في لقاء النهاردة. مباراة الثلاث نقاط، مباراة الثلاث نقاط. خرطيات النقطة مش هتنفعه أبدا، وقطر نقطة يمكن هتنفع طبعا لأن عنده فارق 4 نقاط عن الخور. لكن سامويل إيتو ورفاقه في مواجهة الخرطيات، ووسام رزق كمدير فني يقدم نتائج جيدة في الفترة الأخيرة. فاز على الغرافة الخرطيات في آخر مباراة 3-0، زي ما الشحنية فاز على الريان 3-0. أدي الباص الأمامي، نفس المساحة اللي بيستغلوها من وراء ماجد محمد كتير في الشوط الثاني. انطلاقة على طول رامين عبد الله اللي عامل إزعاج الحقيقة في الجبهة اليمين. ألفارو بيريز، مصطفى جلال، رضا شامبي، أمانجوا الإيفواري. فاول على علي فريدون، فاول تمام لصالح الشحنية. شحنية يتبقى له 3 مباريات على نهاية الدوري، السلية ثم أم صلال ثم الغرافة. الأهلي يتبقى له 3 مباريات، العربي، السد، الخور. هقولهم كمان مرة، الأهلي يتبقى له العربي، السد، الخور. الشحنية يتبقى له السلية، أم صلال، الغرافة. أنا بسيب مساحة بين كل نادي في النطق عشان حضرتك كمستمع تقدر تقيم قيمة الفريق اللي أنا بقول اسمه. لما أقول لك السلية أنت بتتخيل السلية وقوته وترتيبه. أم صلال قوته وترتيبه، الغرافة مشواره وأهدافه. أدي الانطلاقة على طول أمانجو، التصويبة التصويبة التصويبة، ولكن الحارس متمكن متمكن. إصرار كبير من الشحنية على الفوز، عايزين يستغلوا فارق العددي بعد طرد الشوط الأول للنادي الأهلي. تقريبا منتصف الشوط الأول أو أكثر بقليل جدا. أدي 24، رضا شامبي تروح سهلة إلى رمية التماس، رمية التماس. نادي الأهلي عمل ضغط عالي، جماهير في المدرجات، تشجيع مؤازرة، جو برد شوية، فرصة يتدفوا، فرصة يشجعوا فرقتهم ولاعبتهم. مصطفى جلال تحول من الدفاع للهجوم، احتاج سرعة، احتاج عدد تمريرات أقل. جرب الكرة كتير قوي، ادى فرصة للنادي الأهلي للعودة والتنظيم. لعب على مساحة لكن جامدة جدا إلى رمية إلى ضربة المرمى. هو زعلان ازاي؟ مصطفى جلال من النوع اللي بيعاتب نفسه قوي لما يعمل باص وحش. لكن الجميل ده النهارده عامل ماتش حلو، عاجبني جدا. رامين عبد الله عامل ماتش كويس. ضربة مرمى لصالح عميد الأندية القطرية النادي الأهلي. النادي الأهلي
تأسس سنة 1950، عمره 69 سنة النادي الأهلي، 61 سنة، 71 سنة. تسعة وتسعة وستين سنة معزر نادي الأهلي عمره 69 سنة، تأسس 1950، هو الأقدم على الإطلاق. نادي الشحنية عمره 21 سنة، تأسس سنة 98. مصطفى جلال أقصى اليسار، نادي البدع، واحد من أحدث الأندية اللي أصبحت موجودة في الدوري القطري الدرجة الثانية. دي انطلاقة على طول مانجوا، ولكن برافو قافلين عليه كويس الحقيقة، لعيب خطير سريع منطلق، لكن برافو جاسم محمد، برافو يا جاسم. عبد الرحمن تواجده مع المنتخب الأولمبي يؤثر طبعا مع النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده بدلاء، محمد اليزيدي، خليل شريف، عيسى قدري، بارو صديقي، فريد إبراهيم، محمد العباسي، والحارس عبد العزيز يوسف. أدي الضربة الركنية الشحنية عالية فوق، أبنيلدو يلمس، تنزل على الأرض، فرصة تصويب، يصوب، ولكن على طول إلى ضربة ركنية. نادي الشحنية عنده مسعد الحمد، بطل أسيا مع نادي السد في 2011، مع أيوب الليمون بديل دائم، عبد الرحمن ناجي، عبد الحميد عناد لاعب الريان السابق، أنس إبراهيم، والسريع يوسف هاني بلان، والحارس عامر العمري. ممكن نلاقي مع الوقت يوسف هاني بلان موجود، ينشط الناحية الهجومية شوية أو يدافع من الأمام شوية. عالية فوق، ضربة الرأس، ألفارو بيريز، تاني على طول إلى أمانجوا، ضغط قوي من نادي الشحنية، سلطان الكواري، برافو جوناسان، برافو. وفاول لصالح النادي الأهلي، فاول. الأهلي كان مع ميلان ماتشالا أفضل من كده، كان أحسن من كده، كانت معالم الفريق وأداء الهجومي واضحة تماماً، تنظيم الدفاعي كويس ما فيش مشكلة، لكن الأهلي كان مع ميلان ماتشالا أفضل من كده. عميقة، محسن متولي، سبحان الله، محسن متولي بنقول عليه تقريبا حاضر غائب، واحد من الموهوبين والمهاريين في الجري بالكرة في صناعة اللعب، ولكن بعيد تماما عن مستواه. عبد الله اليزيدي، سلطان الكواري، عرض الملعب على طول، ألفارو بيريز، سلطان الكواري، واحد من لعيبة الشحنية الممتازين. سلطان، تاني سلطان، استلم الكرة قد ايه، ترجع تاني روبن سولاقا، مدافع العراقي في صفوف الشحنية، تاني على طول أمانجوا، النشيط السريع المجتهد رغم كبر سنه 33 سنة، لكن ما شاء الله على أمانجوا، حاجة محترمة الحقيقة. كيسي أمانجوا، أقصى اليمين من جديد، ليبقى دروجبا، واحد من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الإيفوارية طبعا على مر التاريخ، واحد من عظماء اللعبة في تاريخ كوت ديفوار، خرجت بكامل محيطها، عشان كده لصالح الشحنية اللي لمسها في الآخر لاعب النادي الأهلي. اليزيدي في طريقه للنزول، علي فريدون، ومحسن اليزيدي هينزل من النادي الأهلي، لاعب الغرافة السابق محسن، في بارو صديقي أيضا موجود برا. الناحية الثانية عندنا يوسف هاني بلان، ممكن يبقى له دور في المنطقة الأمامية، يخرج علي فريدون وينزل محسن اليزيدي. محسن حريف، كرته كويسة، بيحط كرة تحت رجله كويس، بيجري بيها كويس، يخرج اللاعب الأطول في المباراة وينزل اللاعب الأقل طولا أو الأقصر في المباراة محسن اليزيدي، وإن كان رودريغوز حارس مرمى النادي الأهلي أطول زي علي فريدون. معرض الملعب من تاني جوناسان، أميد إبراهيمي، رودريغوز لمين؟ مش لحد برا تماما. نادي الأهلي في هذه الظروف في التعادل هيبقى بالنسبة له كويس، كان نفسه في الثلاث نقاط طبعا ولازال على أمل، لكن أعتقد التعادل هيبقى كويس بالنسبة لنسبة السيطرة وحالة الطرد من الشوط الأول، وإن فريق الشحنية هو أحسن، هو أفضل، متماسك، هاجم أكتر، سيطر أكتر،
بالتالي التعادل هيبقى مرضي بالنسبة له. الشحنية بعد الماتش ما يخلص لو خلص تعادل يقول لك كان لازم أكسب، كان لازم أكسب، لأن الشحنية مباراته اللي جاية مع السلية، السلية فريق محترم وصعب. أيضا مصلال، مصلال ترتيبه السابع بعشرين نقطة زي الشحنية تماما، فيقول لك الأهلي قدامي دلوقتي وعشر لاعبين أنا عايز أكسب، ده إحساس اللاعبين. لكن الجميل أنه مش على حساب تصرحهم، فيش تسرع وما فيش مجازفة، أمنين نفسهم تماما. تعود من تاني ألفارو بيريز، مصطفى جلال، رضا شامبي، مصطفى جلال، سلطان الكواري، رضا شامبي، كل ده بعرض الملعب. روبن سولاقا، رامين عبد الله، الفارو بيريز، شوف زاد لغايه فين، حاولوا يستفيدوا بالعدد الزياده. فقط في الامام محسن متولي من النادي الاهلي، ادي العرضيه، محسن اليزيدي نزل في نص الملعب، محسن متولي بقى فوق، هدف يضيع، هدف يضيع، اخطر واهم لعبه من اخطر واهم لاعب في المباراه، سلطان الكواري تسبب في طرد مدافع النادي الاهلي وكاد ان يسجل من اخطر لعبه لفريق الشاحنيه. ياه ياه ياه، يمين خطوه شمال خطوه كان ممكن تكون هدف. برافو سلطان، يقتحم منطقه الجزاء ويصوب بشكل جميل من على حدود منطقه الجزاء. برافو حارس المرمى رودريغيز، وبرافو سلطان الكواري. محسن اليزيدي قام بدور محسن متولي، ومحسن متولي قام بدور علي فريدون. مشعل عبد الله، ليس هو النادي الاهلي اللي انتظرناه ولا النادي الاهلي اللي كان. النادي الاهلي اللي حقق اربع انتصارات متتاليه على الشحنيه والعربي والسد والخور. نعم، ادي الكره العرضيه. مش هو النادي الاهلي اللي في اربع مباريات متتاليه فاز في ثلاثه وتعادل في واحده، وفي اربع مرات متتاليه فاز في المباراه الاربعه. شوف كم مره النادي الاهلي فاز مرات متتاليه. لكن النادي الاهلي تعرض لمحنه في بدايه الموسم، سبع جولات خسر خمسه وفاز في اثنين، ثم استفاقه عظيمه وفاز في اربعه متتاليه، تحضير وتصويب. ولكن ياه ياه ياه، هو هو برضه هو هو الخطير جدا جدا جدا، رامين عبد الله. يا سلام عليك، يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد، خارج القائم الايمن بسنتيمترات. لعيب لعيب بصراحه، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، بيشوط كويس، بيلعب كرات عرضيه كويس، عنده غيره، عنده قلب، عنده روح، عنده اصرار، عنده رغبه في تحقيق الانتصار. ماجد محمد، مخنوق ماجد بالباك الشمال اللي هو فيها، اشعر ان هو مخنوق، ولكن ظروف طبعا بيمر بها النادي الاهلي لن تستمر طويلا. ادي الانطلاقه، فرصه، اه لو عدت، اه لو عدت، ياه ياه ياه. محسن متولي وجوناثان، كانت رايحه الحقيقه لمحسن اليزيدي. سعد الصوان ضاعت منه فرصه سهله، سعد الشوط الثاني. محسن اليزيدي ارتد بسرعه، لسه نازل، ارتداد للدفاع يعني. جاسم محمد يرجع ورا الى اميد ابراهيمي، عرض الملعب الى محسن اليزيدي، بيثقوا فيه، عارفينه لعيب كويس، قدراته البدنيه من ناحيه القوه والطول والبنيان القوي مش عاليه، لكن من ناحيه الرشاقه محسن اليزيدي رشيق جدا وسريع ومهاري في الكره وهي في رجليه. مصطفى جلال، حوار ما بين الحكم خميس الكواري وعبد الله اليزيدي، احترام للقرارات وعدم الاعتراض. مصطفى جلال، ماجد محمد، ادي جاسم محمد اعتراض على اللعبه اللي فاتت. ماجد، لكن حائط صد مصطفى جلال على الارض وفي الهواء حاجه محترمه الحقيقه. نشوف زميله ورفيقه في الخور وهو مدرب حالي لي كمساعد مدرب نبيل انور، دورهم ايه؟ ماجد محمد فاول طبعا، ادوا الفرصه لماجد ينطلق، ادوا الفرصه لماجد يهاجم يا باريرا، نزل باك شمال وخلي ماجد يطلع قدام الشويه دول، استهلك بدنيا شويه
لكن صدقني ماجد هيطلع فوق هيقلب الدنيا تماما، انا متاكد من كده. لو عنده حد يلعب باك شمال الفتره اللي موجوده دي وماجد طلع فوق، هتلاقي كل شويه فريق الشحنيه رجع لورا وفي مشكله عاملها ماجد على دفاع الشحنيه. فاول واضح تماما. موريسيا مرسيا خوزي مرسيا، انذار واضح تماما لألفارو بيريز. برافو خميس الكواري. قرارات الإدارية ماشية كويس. مشكلة الفار اللي حصلت في الشوط الأول وحالة الطرد دي خاصة بالفار. جماهير زي ما قلت لحضراتكم في المدرجات من كل الجنسيات موجودين لكن العدد قليل بشكل عام. روبن لاباريرا المدرب الأسباني بيحضر بارو الصديقي زي ما قلت لحضراتكم، ينزله كمهاجم سريع من اللعيبه اللي بتجري كويس. ايضا بارو الصديقي لاعب السليه ولاعب نادي الريان سابقا. وانا بتكلم الحقيقه على بارو الصديقي اني مهم جدا تواجده صحيح في الظروف اللي زي دي، لكن انا شايف ان ماجد محمد لو لعب في الخط الامامي هيشكل عبء كبير وكبير جدا جدا جدا. ناحي الشمري واعضاء مجلس اداره فريق الشحنيه ومسؤوليه رغبة الثلاث نقاط غاية في الأهمية بالنسبة لهم في يوم هم عاملين في ماتش كويس. ضربة حرة محسن متولي المحترف المغربي للنادي الأهلي. محسن متولي يعملها على طول قصيرة شوية أوف سايد. راية مرفوعة، راية مرفوعة من المساعد الأول خالد خلف. خالد خلف شوف الإعادة مش على الشمري. أقل من ربع ساعة الأوفسايد واضح أهو دلوقتي. حتة من كتفه، حتة من كتفه ممكن تتحسب حتة من إيده. مشعل بيحاول وبيجتهد في كل كورة الحقيقة. مصطفى جلال مباراة أداها النادي الأهلي بشكل تكتيكي دفاعي لإنقاذ الفارق العددي وناجح حتى الآن الحقيقة. صحيح لم يسجل لكنه نجح في عدم التسجيل فيه، وده جزء في الكورة بيبقى مهم انك ان ما كسبتش ازاي تعرف ما تخسرش، خصوصا لما تكون خسران ماتشين ورا بعض واخر ماتش داخل مرماك 6 اهداف. لكن مشكلة النادي الاهلي انه المباراة التالتة على التوالي الاهلي لا يسجل، المباراة التالتة على التوالي الاهلي لا يسجل، والاهلي في كل مبارياته ال 15 السابقة 3 مباريات فيهم فقط لم يسجل. إذن هي أزمة تهديفية بيواجهها النادي الأهلي في هذه المرحلة من عمر بطولة الدوري. من جديد الشحنية مسجل 4 أهداف في آخر مباراتين، 3 على الريان و1 على العربي لما خسر من العربي 2-1. روبن سلاقة، روبن سلاقة واخدها على راحته قوي لأنه مطمن قوي في الآخر، حس أنه كان هيتغدر بيه وتتاخد، حس انه كان هيفقد السيطرة عليها. يعني لازم يروح اسرع من كده شوية ويأمن نفسه شوية، لان ممكن الطلعة الزيادة دي تعوره وتجيب له تمزق ولا شد ولا حاجة الامتطاط المفاجئ للعضلة ممكن يعمل مشكلة. عبد الله اليزيدي ونزل محسن اليزيدي من النادي الاهلي. امامية كالعادة الجبهة اليمين منطلق فيها دايما رامين عبد الله. شوف رامين، شوف رامين الولد، شوف لعيب لعيب. اضطر يرجع ورا تاني. سلطان الكواري محتاج حد جنبه يلعب معاه برتم سريع، سلطان لوحده مش هينفع، لازم حد جنبه كورجي. بارو الصديقي بياخد التعليمات من المدرب لاباريرا الاسباني. سلطان الكواري باص للخلف يعيد لعيبه النادي الاهلي براحتهم لمكانهم. ادي الضربه العرضيه الجميله ولكن تغطيه عكسيه كويسه. جوناسان شوف راجع لغايه فين. محسن متولي، محسن اليزيدي راحت ضاعت. روبن سلاقه هدفين، روبن هدف مع الخور وهدف مع النادي الشحنيه، هدف من لقاء الفوز بالثلاثه على الريان. العرضيه الجميله ولكن راحت. عارفين ليه دي حصلت؟ لما روبن سلاقة عمل زيادة عددية كويسة. رضا شامبي، رضا لكن على طول مقطوعة.
راحت محسن متولي. علي قدري ورمي التماس. رمي التماس لصالح نادي الشحنية. خروج من النادي الأهلي لمشعل عبد الله، جمهور بيحييه على جهده وعلى روحه وأدائه. ونازل بارو صديقي. لاعب الريان ولاعب السلية السابق بارو. رضا شامبي، حاول رضا شامبي الوصول. لابيريرا مواجهة أسبانية النهاردة ما بين الاثنين المدربين، لكن النادي الأهلي معدلات هجماته قليلة قوي، واحدة زي دي ممكن تعمل مشكلة. جوناسان لكن ترجع على طول في وقت مناسب من ألفارو بيريز، واحد من نجوم المباراة النهاردة. رامين عبد الله الباك اليمين للشحنية أهو اللي معاه الكرة، ده عامل ماتش كبير قوي قوي بالنسبة لظروف المباراة ومستواها الحقيقة، واحد من أفضل اللاعبين هو وسلطان الكواري من الشحنية، عاملين ماتش كويس. ماجد محمد تواجده كظهير أيسر حد كتير من إمكانياته وقدراته الفنية الهجومية، ولكن زي ما قلت لحضراتكم هي الظروف اللي أحيانا بتحتم ذلك. ضربة حرة هيلعب كما هي العادة رامين عبد الله. هل كرة ثابتة تقضي على حاجز التعادل السلبي؟ راحت على طول إلى ضربة المرمى. إلى ضربة المرمى. خرطيات وقطر بعد هذا اللقاء. غدا الريان والخور والعربي والغرافة. بعد غد السبت إن شاء الله السلية والسد أم صلال والدحيل. المواجهات الآسيوية. انتصارين وخسارة للأندية الثلاثة القطرية في الجولة الثانية. فاز السد وفاز الريان وخسر الدحيل. ضربة الرأس على طول أميد إبراهيمي. مصطفى جلال سهل المضمون، ما بيغلطش مصطفى جلال، عندوش ميس باص، ما عندوش مشاكل. أقصى اليمين ده كلام محترم، مركزين قوي 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 على الجبهة الشمال ومحدش بيراقبه الحقيقة. رابين عبد الله محدش بيراقبه، لازم يلعب عليه جناح إذا كان عايز يبطل مفعوله. وبرافو فريق الشحنية، بس لو نوع مرة من اليمين ومرة من الشمال الأمور هتبقى أفضل. وادي إنذار لليزيدي، إنذار لعبد الله اليزيدي. شوف ماجد وانطلاقاته، كل كرة ماجد يقوم بيها بحركة هجومية لازم يحصل قدامه مشكلة، دي ممكن يكون فيها كارت أحمر. دي خلي بالك يا حبيب، خلي بالك الحكم كان رحيم بيك، دي ممكن كارت أحمر. هل الفار هيقول لخميس الكواري تعالى شوفها لان ممكن يكون فيها كارت احمر؟ هل ممكن؟ وتتساوى الكفه وتتعادل بطرد لاعب لكل فريق، ام يكتفي الفار وخميس الكواري بانها انذار فقط؟ هو قال لك طالما ادى الانذار وشافها يبقى هو شافها كامله بقى خلاص، والا ما كانش ادى الانذار في لحظتها. اذا انذار في اللقطه الاخيره فقط. دي يونغ طويلة أمامية. ألفارو بيريز. فاول لصالح الشحنية. 2-1 الدور الأول بين الفريقين. محسن متولي ومونتاري كان سجله للنادي الأهلي، كان مونتاري موجود قبل أن يعود من جديد إلى نادي الدحيل، وكان فاسكيز هو سجل هدف الشحنية الوحيد. ماتشين اللي قبل كده كان كل فريق سجل في الآخر. أول مرة 0-0 من فترة طويلة ما بين الفريقين. تصويبتين واحدة على المرمى فقط للنادي الأهلي. قصور هجومي كبير رغم وجود المهاجمين. لازال فريق الشحنية مصر على الجبهة اليمين. المتفوق فيها أكتر رامين عبد الله. ألفارو بيريز مدرب ما قالهمش تعالوا ناحية الشمال شوية أبدا كده. والنادي الأهلي عامل ميلان ناحية الشمال بتاعته اللي هي اليمين للشحنية ومرتاح.
ما عندوش مشكلة. الشحنية لازم يغير، ادي ناحية اليمين، تاني عرضية تاني، جميلة والله، جميلة والله، فينك يا ولدي؟ على طول إلى أمانجوا، أمانجوا ضغط عليه من بارو صديقي، أدي بارو صديقي، سلطان الكواري، عالية فوق، رابين، فاول لصالح النادي الأهلي، هو برضو بسم الله ما شاء الله بينهي المباراة كما لو كان بيبدأها، بسم الله ما شاء الله قلنا. لعبة فيها فنون كتير، كرة القدم لعبة مليانة فنون، لكن للفوز باستخدام هذه الفنون تحتاج إلى سمات إرادية، تحتاج إلى سمات إرادية، تحتاج إلى إعداد نفسي جيد، تحتاج إلى إعداد بدني جيد، من قوة، من سرعة، من تحمل، من رشاقة، من مرونة، من توافق، من توازن، من كل شيء لاستخدام القدرات الفنية الجميلة اللي عندك. وده اللي خلى زين الدين زيدان يعتزل، قال لك خلاص خلاص خلاص، جسمي مش هينفذ الأفكار اللي في عقلي، قضي الأمر. عشان كده كل لعيب يحافظ على لياقته البدنية. برضو كأننا بنلعب مباراة في الجانب اليمين فقط للشحنية، مفيش تنويع، مفيش عنصر مفاجأة، مش مستخدمين أبدا لأمانجوا، غريبة جدا. سلطان الكواري عميقة، فاسكيز راحت، حكم اللقاء كل شيء. هنا الهجمة المرتدة اللي بيبحث عنها النادي الأهلي، أميد إبراهيمي، وفاول على سعد الصوان، فاول على سعد، عمل فاول تكتيكي مطلوب، برافو، أحيي اللعيبة اللي تعمل فاولات تكتيكية بدون إزاء. قانون معاك استخدمه، استخدم القانون بدون إزاء، شيء عظيم طبعا. ماجد محمد، خسارة تواجدك زهير أيسر يا ولدي. دي يونج غيابه عن نص الملعب فرق طبعا طبعا. محسن متولي، علي قادري، ايد لوحدها ما تسقفش، أميد إبراهيمي وسط رجع لخط الظهر، جاسم حاول ولكن في حدود المتاح، يطلع روبن سلاقة برا الملعب، تطلع على طول رامي تماس، بارو صديقي لسه ما ظهرش، محسن اليزيدي على فترة قصيرة قوي، جاسم يرجع ورا إلى أميد إبراهيمي، أقصى اليسار إلى ماجد محمد، ماجد تاني لأميد إبراهيمي، حاول النادي الأهلي كرة طويلة هي الحل، مش هيقدروا يوصلوا بشكل جماعي لأن هيخافوا يطلعوا كلهم على بعض، جاسم بعرض الملعب على طول إلى محسن متولي لعلي قادري، هي الكرة الطويلة، هي الكرة الطويلة، مش هيقدروا يشتغلوا مع بعض فعلا. جاسم واحد على واحد ومع رضا شامبي، رضا برافو رضا، خلصها بشكل جميل، اليزيدي عبد الله اليزيدي الى روبن سلاقة الى حارس المرمى على طول سعود الهجري، تعود من تاني، الشحنية استخلص، الاهلي عامل ضغط عالي، لو هرب الشحنية خطر، عشان كده فاول اتعمل من محسن اليزيدي. الفارو بيريز نجم المباراة، رامين عبد الله، سلطان الكواري كمان راح ناحية اليمين، مش كفاية رامين عبد الله، قال لك لا، طب ناحية الشمال، بص ناحية الشمال، أدي بصة جميلة ناحية الشمال من مصطفى جلال، مرتاح بقاله كتير أمانجوا، أمانجوا الأهلي قفل كويس، رتم الشحنية بطيء، الرتم البطيء للشحنية وعدم إيجاد عنصر مفاجأة في الأداء، في لعبة، في حركة، مخلي النادي الأهلي واخد راحته تماما، ولا خطورة إلا قليلة جدا مقارنة بزمن الاستحواذ ومقارنة بالفارق العددي. وأنا أعتقد أن المدرب هو مبسوط حتى الآن بالتعادل، لأن لعب من الدقيقة 24 ضد فريق منظم كويس وحالته كويسة وتتعادل، أعتقد أيضا أنه كويس، لكن الشحنية قال لك في إيدي ثلاث نقاط أقدر أخدهم، أهو أضغط شوية. منزلش يوسف هاني بلان، لأن معظم اللي موجودين في الملعب بيجتهدوا أفضل اجتهاد يعني، فالمدرب شايف محدش مكسل، محدش حالته تراجعت ولا حاجة، لكن النادي الأهلي بيدافع كويس، لازم نتكلم عن النقطة دي كويس، الأهلي دافع كويس، ما هاجمش كويس لكن دافع كويس. روبن سلاقة
مصطفى جلال. الريتم بطيء جدا جدا، فالنادي الاهلي واخدين راحتهم، كل لعيب بيظبط نفسه ونفسه، وكل خط بيظبط البوزيشن بتاعه تمام، والمجموعه ككل. مصطفى جلال اقصى اليسار مكرره، ادخل منطقه الجزاء، مش عايز يدخل منطقه الجزاء، ادي بعرض الملعب على طول. دي يونج بخبرته اللاعب الهولندي الكبير. في عندنا ويسلي شنايدر طبعا نجم الغرافه لكنه مصاب، كلاعب هولندي عظيم من اعظم اللاعبين اللي لعبوا في خط الوسط في تاريخ كره القدم. طبعا شنايدر نجم ريال مدريد ونجم اياكس الكبير ونجم انتر ميلان طبعا، بطل خماسيه العام الواحد في 2010. خميس الكواري اقل من دقيقه على نهايه احداث الشوط الاول. الحكم الرابع ممتاز، هقول لكم عمل ايه دلوقتي. الحكم الرابع اسمه ايه الحكم الرابع؟ حسين السيد. لا لعيب من بدلاء فريق الشحنيه قاعد على البوكس بتاع التلج، فقال له لا القعده دي شكلها مش حلو، لو سمحت اقعد في مكانك، عندك منطقه مخصصه للبدلاء، اقعد على الكرسي بتاعك. حفظ للنظام، المظهر العام، الانضباط، الالتزام، الكل بيشوف شغله. وادي المدرب بيحضر التبديل الاخير لباريرا قد يكون لي في المباراه. نلعب في الوقت بدل الضايع، الوقت بدل الضائع واللحظات الاخيره. حاولات النادي الاهلي بيحاول، عيسى قدري، نشوف عيسى هينزل. النادي الاهلي نزل اثنين لعيبه من حيث القامه والطول قصيرين جدا في ظروف قد يكون فيها كرات عاليه، منهم اللي معاه الكره دلوقتي محسن اليزيدي، واللي هينزل دلوقتي عيسى قدري. وكده كده عنده علي قدري مش من طوال القامه، وبارو صديقي مش من طوال القامه. الكرات العاليه ممكن تعمل مشكله على النادي الاهلي. ادي الاماميه محسن متولي، محسن واحد وسط خمس لاعبين، واحد وسط خمسه، حافظ على كورته، اجل، وقف، عدى، مر بالعرض ولا ايه؟ بالعرض ولا ايه؟ فرصه، فرصه للنادي الاهلي، كان يقدر يسجل والله. علي قدري يصوب، تصطدم في الدفاع، ولا لمسه يد، ولا لمسه يد. ايديه جنبه مصطفى جلال، برافو مصطفى. التعديلات اللي في القانون لازم اللعيبه تشوفها، وانا بدعو كل اللاعبين يتفرجوا على برنامج الحكم. والله يا جماعه كل لاعب وكل مدرب وكل اداري يخصص وقت من جزءه وجزء من وقته يتفرج على برنامج الحكم. بص ايديه طبيعيه في مكانها الطبيعي، لا طلعت من جسمه ولا اي حاجه. لو هو مش عارف ان القانون بيقول كده ممكن يفتح ايده تخبط فيها ضربه جزاء، خسر الماتش، راحت وضاعت كل حاجه. دعوة لكل اللاعبين والإداريين والمدربين يتفرجوا على برنامج الحكم. 10 سنوات على التوالي أو أكثر، برنامج يزدنا جميعا تثقيفا. وللمشاهد العزيز تبديل للنادي الأهلي، عيسى قادري من اللاعبين الشبان، 21 22 سنة. جوناسان هيخرج، يخرج جوناسان. هل خارج زعلان ولا ايه جوناسان؟ يبدي عدم رضاه شوية كده عن حاجة معينة. لا زعلان من حاجة بخصوص التحكيم مش بخصوص مدربه، يبدو ذلك. أهو لازال بيتكلم. ونزول عيسى قدري، وقت بدل الضايع، 3 دقايق وقت بدل ضايع. التعادل بدون اهداف قد تكون نقطه لكل فريق. رامي التماس على طول، تطلع من امام بارو صديقي. اكبر خساره خسرها النهارده النادي الاهلي غير الطرد اللي انطرد فيه المدافع جون كارلوس من الدقيقه 24، ان ماجد محمد ما لعبش في الخط الامامي، ولكن يبدو عدم وجود من يشارك كظهير ايسر هو السبب. ودي يونج النهارده مدافع، وعاد اميد كمان كمدافع، ده اثر كتير على النادي الاهلي. علي قدري، برافو روبن سولاقا، تغطيه ومبدا الامام وتشتيت. صفرت نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه، والتعادل بدون اهداف. التعادل هو الثامن للاهلي والتاسع للشحنيه. النادي الاهلي يرفع رصيده الى النقطه رقم 30 ويتساوى مع فريق الريان في المركز الرابع برصيد النقاط، بينما فريق الشحنيه يرفع رصيده